حسب بعض التسريبات اللي نشرتها بعض المنابر كتقول بأن المجلس الأعلى للتعليم هو بصدد تهيئات رأيه في التدريس ديال الأمازيغية، وأن هذا الرأي هذا يتمثل في تدريسها في الابتدائي فقط. إذا كان هذا الشيء صحيح، المجلس الأعلى للتعليم كيتواجد خارج الدستور وخارج التراكمات والمكتسبات الإيجابية ديال البلاد وخارج الاختيار الديمقراطي. علاش؟ لأن الأمازيغية تدرت فيها تراكمات من 2003 داخل المدرسة في إطار التعميم الأفقي والعمودي في النظام التربوي، ومن جهة أخرى لأن هذا الشيء كيتم في إطار المصالحة الوطنية مع الذات. والمجلس الأعلى للتعليم إلا مشى في الاختيار اللي كيتقال أنه كيمشي فيه، راه غادي يكون كيضرب في الصميم المكتسبات ديال المصالحة الوطنية، وغادي يعاود يرد الصراع حول الهوية إلى الواجهة بعدما حسم فيه الدستور. وأنا كان أعتقد أن بعض الأعضاء اللي في هذا المجلس هذا عندهم آراء متشددة أو متطرفة ضد المسلسل الوطني ديال المصالحة، وما يمكنش نسمح لهم أنهم يدوزوا في الدولة آراء ديالهم اللي هي ليست في الحقيقة آراء وطنية. باش يكون واضح، الوطني هو اللي كينتمي لبلاده بكل ما فيها، أما اللي كيشعر بالانتماء العربية ولا يشعر بأي انتماء للأمازيغية والمكونات أخرى هذا ليس مغربيا. المغربي هو الذي يعتز بالانتماء إلى كل مكونات بلده. أنا كندافع عن الأمازيغية وأشعر بالانتماء إلى العربية وكنعتبرها لغتي. علاش؟ هذه هي الوطنية الحق. ولكن باش يجي واحد عنده موقف سلبي من الأمازيغية وما باغيش حتى يسمعها ويولي كيقرر في المصير ديالها، هذا عمرنا ما نقبلوه أبدا، لأننا كنعرفوا أن الاعتبارات المبنية على هذا الشيء ليست اعتبارات لا بيداغوجية لا علمية لا وطنية ولا سياسية.